رحمه الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هنحل بقى الامتحان، مش عارفة امتحان 38 ولا ايه، المهم ان هما 30 سؤال هنحلهم كده، ونحاول ان ايه ونحاول نفتكر يعني الكلام كان بيقول ازاي، او هنحاول نسترجع على قد ما ايه على قد ما نقدر. طيب بيقولك عقد الاستشفاء. عقد الاستشفاء هو عقد يحكم العلاقة ما بين ايه؟ عقد الاستشفاء من اسمه استشفاء، عشان نفتكر كلمة مستشفى، تمام؟ فهو ما بين المستشفى، ما بين المستشفى ومين؟ ما بين المستشفى والمريض، ما بين المستشفى والمريض. اما ما بين الطبيب والمريض ده اسمه عقد تقريبا بذل عناية، عقد ايه بذل عناية. وما بين المريض والطبيب قصدي اسمه عقد بذل عناية. ما فيش عندنا عقد ما بين الطبيب والمريض. ما بين المستشفى وهيئة التمريض اسمه عقد عمل، عقد عمل، تمام؟ يبقى هو عموما ما بين المريض والطبيب كان تقريبا اسمه بذل عناية، ان انا اهتم بيك واعتني بيك وكده. ما بين المستشفى والطبيب او المستشفى والتمريض ده عقد عمل ان هو يعمله. لكن الاستشفاء ده ما بين حاجتين اللي هما المستشفى والمريض. الاستشفاء تفكركم بالمستشفى وناخد معاها المريض، فهتبقى الاجابة الصحيحة هي ايه؟ هي دي، المريض وادارة المستشفى. طيب من اسباب الاخطاء الطبيه، يا ترى طول ساعات العمل ولا الاداره الضعيفه ولا الخبره الواسعه ولا توفر المواد؟ يعني ليه دكتور مثلا ما يطلبش تحليل فصيل الدم لمريض داخل عمليه جراحيه؟ ليه؟ قال بسبب الاداره الضعيفه. لا يعني مش قوي، خبرة واسعة هتخليه يطلب، توفر المواد هتخليه يطلب، لكن من كتر طول ساعات العمل والمجهود والاسترس اللي بيتحط فيه الدكتور ممكن يخطأ ويعمل اخطاء ايه طبيه. طب يعتبر قيام الطبيب التخدير بتخدير مريض دون اجراء فحوص للتاكد من حالته الصحيه، يبقى هو ما عملش فحوص للتاكد، ما عملش. ادام هو ما عملش يبقى ده اهمال، ادام ما عملش يبقى ده ايه؟ يبقى ده اهمال، تمام. اما الرعونه ان الدكتور مثلا رمض يدي استشاره عن تخصص بطنه مثلا، كده انت رعونه، دخلت في تخصص غير تخصص. لكن اهمال انه ما عملش حاجه تبقى اهمال. طب يعتبر تدخل طبيب متخصص في تخصص طبيب اخر ده اسمه ايه؟ سالين ورعونه. يبقى دكتور رمض دخل في تخصص انف واذن، او انف واذن دخل في تخصص كليه، او مش عارف ايه، ده اسمه رعونه. لكن واحد ما عملش فحوصات معينه، ما عملش حاجه معينه، ده كده اسمه اهمال. طب مسؤوليه الطبيب نحو المريض مسؤوليه عقديه، امتى يكون في عقد بين الطبيب والمريض؟ قال لك في الخدمات الطبيه والله التطوعيه دي ما بنعملش عقودات، ده هو تطوع اصلا. تدخل الطبيب لعلاج المريض بدون دعوه برده ما بنعملش ايه عقودات. لجوء المريض للطبيب في عيادته الخاصه ولا الطبيب الموظف في المستشفى زي موظف الاستقبال كده مثلا ولا حاجه؟ هل عشان يعالج المريض اللي جاله في الاستقبال بيعمل عقد بينه وبينه؟ لا، لكن لجوء المريض للطبيب في عيادته الخاصه ده كده بيبقى زي انا معايا استشاره كده وبكتب فيها اسمي وبخش، وممكن نسمي ان ده عقد، يعني عقديه، تمام. طيب يبقى تاني مسؤوليه الطبيب نحو المريض مسؤوليه عقديه، امتى؟ احنا هنقول لجوء المريض للطبيب في عيادته الخاصه، فهنقول ساعتها في العياده الخاصه دي، ده كده اللي هو بياخد تذكره مكتوب على اسمه وداخل للدكتور، دي كده هنسميها، تمام. طيب يبقى عقد الاستشفاء ما بين المستشفى وهيئه التمريض، ما بين قصدي المريض واداره المستشفى، اتنين بحرف الميم، مريض مستشفى، مريض مستشفى. واسباب الاخطاء الطبيه طول ساعات العمل، ولو الدكتور التخدير ما عملش فحوصات عشان يتاكد من حالته الصحيه اذا ده اهمال. طب لو خد تخصص غير تخصص اذا ده رعونه. وقلنا لجوء الطبيب للمريض في حالاته الخاصه دي كده اسمها ايه؟ دي كده اسمها ايه؟ اسمها مسؤولية عقدية. طب من المحتوى الحدوث الخطأ الطبي، والله اصلا الخطأ الطبي انا هقول كلمة واحدة هتلخص كل الحوار ده، كل ابن ادم خطاء. ابن ادم في الدول النامية، وابن ادم في الدول المتقدمة، في جميع الدول، في دول العالم السادس، في جميع الدول. طب مسؤولية الطبيب هي مسؤولية عقدية ولا تقصيرية ولا تقصيرية واحيانا تعقدية ولا عقدية واحيانا تقصيرية؟ لا، احنا نقول اهم حاجة عندنا المسؤولية اللي هي المسؤولية العقدية، ان هو يلتزم بواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة تجاه المريض وعقد. تاني حاجة ضميره بقى، الضمير ده اللي هو المسؤولية التقصيرية، ضميره تمام لو اثر او كده اسمها مسؤوليه تقصيريه. المهم ان احنا عندنا عقديه اهم حاجه العقودات، وبعدين يليها الضمير بقى والكلام ده. يبقى اهم حاجه عقديه،
واحيانا ايه واحيانا تقصيريه. طب الجهه المسؤوله عن الاطباء والمنوب بها حمايه حقوق الاطباء، مين المسؤول عن حمايه حقوق الاطباء؟ يا ترى كليه ولا الجامعه ولا مكان العمل ولا نقابه الاطباء؟ نقابه الاطباء، ما في نقابه الصيادله مسؤوله عن حمايه حقوق الصيادله، في نقابه المهندسين مسؤوله عن حمايه حقوق المهندسين، في نقابه الاطباء مسؤوله عن حمايه حقوق الاطباء. طب خطا طبي يسير، يعني ايه خطا طبي يسير؟ تشخيص غلط مثلا. قالك ايه؟ قالك هو الخطأ الذي لا يتصور وقوعه الا من مستهتر. لا، ده بنقول عليه خطأ طبي جسيم، هو واحد مستهتر وكده جسيم، قد يؤدي بحياة المريض او يتسبب في عاهات، ده جسيم برضو، خطأ طبي كبير قوي قوي مش يسير. استئصال الطرف السليم بدل المرض، ده برضو خطأ طبي جسيم مش يسير، تمام. اما الخطأ الطبي يسير ده مجرد تشخيص خاطئ، ولو راح لدكتور تاني يشخصه تشخيص ايه صح وخلص الحوار، يعني يبقى تشخيص خاطئ ينتج عنه معاناة المريض. طب اذا قامت الممرضه باعطاء حقنه في الشريان بدل وريد، ده تاني مثال للرعونه، تاني مثال للرعونه. عندنا اول مثال للرعونه، اول مثال للرعونه اللي هو التخصص غير التخصص والطريق غير الطريق، ان انت اديت حقنه في الشريان بدل ما تديه في الوريد بتاعي، فهو ايه؟ فهو ده يعتبر رعونه، رعونه مش اهمال، وهو خطا طبي، فهو يعتبر خطا طبي وبيعرضه للمساءله الايه؟ القانونيه، نوع من انواع الخطا الطبي ويعرضه للمساءله القانونيه. يمثل الالم والاكتئاب والحاجات دي كلها، ادام هي حاجات معنويه كده ممكن نعتبرها حاجات معنويه تافهه، يعني تافهه يبقى غير مباشره، تافهه غير مباشره، حاجات معنويه كانها حاجات معنويه تافهه، والحاجات المعنويه التافهه بتكون ايه؟ بتكون اضرار غير مباشره، اضرار غير مباشره. طب امال ايه الاضرار المباشره الاقتصاديه؟ بيتهيالي هي نفس الاسم بيتهيالي، يعني سانسيت الاقتصاديه دي اللي هو بقى وقفه عن وظيفته، ما بقاش يشتغل، ما بقاش يعمل المطلوب منه كده. يبقى ان محتمل حدوث الخطا الطبي في كل من ادم خطا في جميع الدول، ومسؤوليه الطبيب اهم حاجه العقد وبعدين الضمير، عقديه واحيانا تقصيريه، والجهه المسؤوله عن حمايه حقوق الاطباء هي نقابه الاطباء، والخطأ الطبي يسير، حاجة يسيرة كده اللي هو تشخيص خاطئ، بس مجرد تشخيص خاطئ يعني. ولو الممرضة أعطت حقنة في الشريان بدل الوريد، ده خطأ طبي وتعرض لمسألة قانونية، وقلنا الألم والاكتئاب والحاجات دي كلها حاجات معنوية تافهة يعني غير مباشرة. طيب يعتبر استخدامات أدوات جراحية غير معقمة نتيجة تلف، أنا ما خدتش احتياطاتي ومعقمتش الادويه، تمام. يبقى ما خدتش احتياطاتي ومعقمتش الادويه، دي عدم الاحتياطات والتحرز. ان التصرف الطبي هو تصرف علميا فنيا انسانيا واجتماعيا، علميا باستخدام العلم اللي اتعلمه، فنيا بقى يعني الدراسه برضو اللي درستها والتشخيص اللي اقرب للمرض مش عارف ايه، انساني برضو الاسكس والاحترام والموده وكده، اجتماعي برضو يعني بتعامل مع كل الناس، يبقى هو علما فنيا انسانيا اجتماعيا، فنان شامل متكامل يعني الدكتور ده. من عيوب نظام الخطا، نظام الخطا ده ايه؟ بيقول لك لازم تجمع دليل ضد الدكتور اللي انت بتقول ان هو السبب في الحوار ده. طب وبعد ما تجمع دليل لازم تطلع فوق نسبه 50%، لو انت جبت 51% خلاص هتقدر تثبت ان انت صح. طب لو دلائلك ما جمعتش 50% اذا ولا ليها لازمه كل اللي انت جمعته ده، والدكتور مش هيتحاسب. دي عيوب نظام الخطا. يحصل المريض على حقه اذا كانت كافه الخطا ان تصل؟ لا مش هيحصل، لو ما وصلتش ال 50 مش هيحصل. اعطاء المريض حقه اذا كان نسبه اعطاء المريض حقه اذا كانت نسبه الخطا 50% غلط. احنا قلنا لازم تعدي عن 50%. البطء الشديد في التقاضي دي عيوبه، ليه بقى؟ لانه بياخد سنين قوي عم يجمع دلائل وتعدي نسبه 51% ومش بتدي حقه بشكل سريع ولا حاجه، دي عيوب نظام الايه الخطا، تمام. طيب طبيب الشرعي بقى ان طبيب التخدير قد ادخل انبوب التخدير الخاص بالمسالك الهوائيه داخل المريء قبل ادخالها في الحنجره. طب عرف منين الدكتور الشرعي ان طبيب التخدير دخل انبوبه في المريء وبعدين رجع؟ يعني مثلا انا كان عندي مريض داخلي اهو، تمام، المريض عايش وكل حاجه، فقام جاي دكتور التخدير جه دخل انبوبه القصبه الهوائيه فدخلها في المريء، وقام جاي شالها ورجعها تاني في الايه في القصبه الهوائيه، يعني ما عارف ان هو كان بيدخل غلط. ولكن فيما بعد بقى العيان ده ميت ازاي بقى؟ وبعدين راح للدكتور الشرعي ازاي؟ الدكتور الشرعي اهو، ازاي الدكتور الشرعي يعرف ان التخدير دخل الاول الانبوبه في مكان غلط وبعدين رجع صحح مكانها الصح؟ قالك بقى في المريء ده نتيجه ان انت دخلت مكان غلط هيكون في تورم،
هيكون في ايه، في تورم كده ووجود حلقه متورمه بالغشاء المخاطي للمري، ووجود حلقه متورمه بالغشاء المخاطي للمري. اما هنا بقى وجود توسع في المعده والامعاء عن الطبيعي، لان هو ما دخل انبوبه الهواء في المري نفخت الامعاء ونفخت المعده. تمام، يبقى هو يعرف منين دكتور التخدير؟ قال لك وجود حلقه متورمه بالغشاء المخاطي للمري ووجود توسع في المعده والامعاء عن الايه، عن الطبيعي. في معظم دول العالم تعامل قضايا المسؤوليه الطبيه، معظم الدول بتتعامل بالقانون الايه، القانون الخفيف شويه اللي هو القانون المدني، لكن في مصر للاسف بتتعامل بالقانون الثقيل اللي هو القانون الجنائي. القانون الجنائي ده اصلا حبس او غرامه ماليه او حبس، مش مهم، المهم لما هو واحد من القانونين. فاحنا نقول معظم دول يعني مدن يعني القانون المدني، القانون المدني في معظم دول العالم بتتعامل بالقانون المدني اللي هو بيخليه يدفع ايه، يدفع فلوس. طيب يبقى تاني احنا قلنا استخدام معقمش الادويه، يبقى ما خدش احتياطاته عدل الاحتياطات والتحرص، التصرف الطبي هو تصرف علمي فني انساني اجتماعي كل حاجه. من عيوب النظام الخاطئ هو البطء الشديد في التقاضي، نقعد فتره طويله قوي عما يجيب حقه. وانا فهمتكم يعني نظام خطا، وقلنا ده لو دخله جوه المريء فبالتالي هيبقى في حلقه متورمه وهندخل هواء في المريء فيبقى في توسع للمعده والامعاء عن الطبيعي. معظم دول العالم دول يعني مدني. طيب نغير اللون. طيب هنا بيقولك ايه، في حاله الولاده الطبيعيه يعتبر نزيف ما بعد الولاده مضاعفات من الولاده ولا خطا طبي ولا خطا من المستشفى ولا خطا من المريض. مضاعفات من الولاده، ما هو نزيف ما بعد الولاده، خلاص احنا عملنا الولاده وكده وحصل نزيف، دي كومبليكيشن بقى، ككومبليكيشن من الليبر بيكون هيموريدج، يبقى هو مضاعفات من الولاده. التصرف الصحيح من قبل الاطباء في حاله قيام قضايا المسؤوليه الطبيه يشمل ما ياتي ما عدا تقديم المستندات والسجلات، الاتصال بالمريض، تقديم تقرير مقوى عدم التخلي عن الايه، المريض. يعني هو بيقول لك ايه، لو الدكتور مثلا عنده قضيه ولا حاجه يعمل كل ده ما عدا ايه، ما عدا يقدم. طب بصوا انا مش عارفه الاجابه اصلا، وتعالوا نخمن مع بعض. يقدم المستندات والسجلات اللي بتثبت صحه كلامه، صح. يتصل بالمريض ومحمي المريض، لا بتهالي لا، بيقدم تقرير يقول والله ده حصل سين صاد عين لام، وما بيتخلاش عن المريض برده حتى لو هو مقدم ضده. تمام، يبقى هي كله ما عدا ان هو يتصل بالمريض. يوم ما انت هتتصل بالمريض او محمي المريض ليه؟ ازاي اذا كان هو عدوك يعني. تمام، الشاهد الصامت في قضايا المسؤوليه الطبيه، حاجه صامته، ملف المريض ولا الفريق الطبي المصاحب للطبيب اللي هو صحابه يعني، ولا المريض ولا اهل المريض؟ لا بيتهيالي ملف المريض. اولا صامت يعني مش هيتكلم، فالفريق الطبي اللي هم صحابه الدكاتره هيتكلموا، والمريض هيتكلم، وقال المريض هيتكلم، فهي حاجه زي صامته كده او سايلنت كيلر، قاتل الصمت، اللي هو الملف المريض. يعني تسكيما نقول فيها اللي هو ايه، اللي هو حاله المريض وازاي اتدهور وان الدكتور مالوش ذنب في الكلام ده وكده. طيب قال لك من اشكال حدوث خطا من الطبيب بحق المريض، تعالوا بالراحه برضو نفكر، حدوث خطا من الطبيب بحق المريض، اهمال الطبيب اجراء الفحوصات، استعانة الطبيب، دي برضو تعتبر شكل خليها على جنب، استعانة الطبيب بأخصائي تم ايه يعني، ما يستعين، إجراء التحاليل تم ايه يعني، ما يجري، بتاع حاجات جميلة، صمام الأشعة يعني ما يستخدم، لكن إهماله بإجراء الفحوصات دي كده تعتبر حدوث خطأ في حق المريض. الكلام كده ما هوش محتاج حاجة. تزداد نسبة حدوث الخطأ، نسبة حدوث الخطأ الطبي في المرضى الأصغر سنا ولا كلما زادت مدة، كلما زادت الجودة أكيد نسبة الخطأ مش هتزيد، وخبرة الطاقم الفني مش هتزيد، والمرضى الأصغر سنا بيتهيألي بيستحملوا كتير، لكن مدة مكوثة في المستشفى يقول لك كل ما نقعد في المستشفى أطلع بمرض يمني. الأطباء الأكثر شيوعا لحدوث شكوى هم أطباء التخدير، لأنه نبص في كل عملية بنحتاجهم، في كل حاجة في الدنيا بنحتاجهم، فبالتالي كل ما تشتغل أكتر كل ما تغلط أكتر. طبعا معروفه كل ما تشغل اكتر كل ما تغضى، يعني نساء ولادة بيحتاجوا تغذير، والجراحة بتحتاج تغذير، والعظام بتحتاج تغذير، فكل ما تشغل اكتر كل ما تتعب ايه اكتر. يبقى تاني النزيف من بعد الولاده ومضاعفات من الولاده، التصرف الصحيح من قبل الاطباء كل ده ما عدا ان انا اتصل بالمريض او محامي المريض، الشاهد الصامت ملف المريض، اشكال حدوث الخطا اهمال الطبيب اجراء الفحوصات، تزداد نسبه حدوث الخطا كل ما يقعد اكتر في المستشفى، واكتر ناس من الشكي ضدهم هم ايه، هم اطباء التخدير. نجيب تاني، حالة يلتزم فيها الطبيب ببذل عناية وليس تحقيق النتيجة، يعني الدكتور مطلوب منه ان هو يعتني بالمريض ده، وليس ومش مطلوب منه ان المريض يشفى، اصل الشفاء بتاع ربنا. ايه هي؟ قالك لا، تركيبات صناعية الاسنان، ده لما مديك اسنان المفروض تركبها وتشفى،
ما فيش حاجه. نقل دم المريض، لا ده انت المفروض تنقله دمه وتتاكد من صلاحيه الدم، وبناء على ذلك الدم يعالج المريض والمريض يستفيد بيه. فانت مطلوب ان يتحقق نتيجه بسبب نقل الدم ده. شفاء المريض، لا انا ماليش يد في شفاء المريض، الشفاء بتاع ربنا. سلامه المريض من الاضرار، اه انا مسؤول بتحقيق نتيجه سلامه المريض من الاضرار، لكن شفاء المريض لا، الشفاء بتاع ربنا. طيب مسؤوليه طبيب التخدير تتضمن متابعه المريض قبل واثناء الجراحه وبعد الجراحه، كل حاجه. التخدير ده بيعمل كل حاجه، عشان كده بيغلط كتير، قبل واثناء وبعد الايه الجراحه. يمكن الاطباء ان يتخلصوا من كم قضايا المسؤوليه الطبيه المرفوعه عليهم من خلال الخطط الاتيه. يعني الدكاتره ما يحصلش ضدهم قضايا من خلال ايه بقى؟ علاقه جيده مع المريض، ولا التوثيق، ولا عدم الاعتراف ما عدا عدم الاعتراف بوجود مضاعفات او خطا حاله حدوث. يعني كل ما يكون بيعترف بخطا واكتر، كل ما تكون الدنيا احسن. تمام، يبقى دي حل الوحيده الحاجه الوحشه. يعرف نظام كل شيء ولا شيء بالنظام الخطا. نظام الخطا او نظام كل شيء ولا شيء، اللي هو لو انت جبت فوق 50% نعتبر ان انت تمام، لو انت جبت اقل من 50% نعتبر ان كل الدلائل اللي انت جمعتها دي ملهاش لازمه. نظام الخطا، عشان كده هو نظام وحش. نظام الخطا، نظام الخطا، نظام وحش. نظام كل شيء او لا شيء. اثناء قيام طبيب شرعي بتشريح جثمان مريض توفى اثناء عمليه استئصال مراره، تحديد سبب الوفاه وتحديد اذا كان هناك خطا طبي او لا، شاهد طعام، او لقينا طعام بيسد المسالك الهوائيه العليا. بصوا وجود الدكتور بيشرح جثه، لقى طعام في الهواء في المسالك الهوائيه، هل ده سبب للوفاه؟ لا، بيقول لك عادي ان بعد الوفاه ان ممكن يكون في طعام في الممرات الهوائيه، عادي جدا جدا جدا. يبقى هذا ليس بالضروره سبب الوفاه، هذا ممكن ان يحدث مع وقت الوفاه او بعد الوفاه مباشره. يبقى هو عمره ما ارتجاع الطعام من المعده ده سبب الوفاه، ودي معلومه بنفهم. يبقى امتى بحتاج ابذل عنايه وليس حق النتيجه؟ كل ده ما عدا شفاء المريض، ماليش علاقه بشفاء المريض. مسؤوليه طبيب التخدير تتضمن متابعه المريض قبل اثناء او بعد العمليه. يمكن الاطباء ان يتخلصوا من كم القضايا المسؤوله الطبيه المرفوعه عليهم من خلال كل ده ما عدا عدم الاعتراف بوجود مضاعفات او اخطاء. يعرف نظام كل شيء او لا شيء بنظام الخطا، عشان هو اسمه خطا وكده. طيب احنا قلنا وجود طعام ده مش بيحدد سبب الايه، مش بيحدد سبب الوفاه. طيب ماشي. سؤال 28 بيقول لك ايه ستاندرد كير، معيار الممارسه الطبيه. انا برضو زيكم بالظبط كده، اول مره اقرا يعني ستاندرد كير، بس تعالوا ما نقرا التفسير. بيقول لك هو بذل العنايه الضروريه التي قدمها الطبيب نشط في نفس الظروف المحيطه بالطبيب المعالج. ماشي، ستاندرد كير يعني عنايه جامده كده. طيب استخدام اسلوب علاجي لم تثبت كفاءته اتمنى استخدمه ليه؟ عدم مراعاه الظروف الصغيره دي حاجه وحشه، هو التهاون بتقاليد المهنه دي كلها حاجات وحشه. بقى الحاجه الاولى هي الحاجه الحلوه من غير ما نفهم هو ايه اصلا. طب الخطا الطبي هو خطا الطبيب تجاه، خطا طبي خطا الطبيب تجاه بيتهيألي المريض، يعني خطا طبي هو خطا الطبيب تجاه المريض، والمريض هو اللي بيشتكينا. ماشي، من شروط اباحه المساس بجسم الانسان ان يكون الدخل بقصد البحث العلمي ولا التكلم ولا تجربه، لا العلاج عشان المس المريض. بيتهيألي مش من حقي لو انا بعمل بحث، مش من حقي لو انا بتعلم، مش من حقي لو انا بجرب علاج جديد المس المريض، لو انا من حقي ان انا اعالجه بس زي مثلا ولاده قيصريه عمليه وكده. يبقى الستاندر كير هي بذل العنايه الضروريه التي قدمها طبيب نشط من اوسط الاطباء في نفس الظروف المحيطه به، والخطا الطبي خطا الطبيب تجاه المريض، ومن شروط اباحه المساس بجسم الشخص الا يقصد يكون الدخل بقصد الايه، بقصد العلاج. بس كده، واتمنى تكونوا استفدتوا ودوني معاكم.